لو الحكاية فيها إن فيتو الذي قام بالسطو على سيارة معطى الأحوال في دائرة قسم العبور في نطاق محافظة القليوبية، وقد قامت السيارة بالهروب للنطاق الجغرافي لمحافظة الشرقية، وبالتنسيق بين المديريتين يقوم بالمطاردة كل أمني من القوات الخاصة لمديرية أمن الشرقية. ويصل الآن تدعيم بمديرية أمن القليوبية نظرا لاشتراك النطاق الجغرافي للمطاردات. احترافية في التعامل والسيطرة على الموقف ومهارة في عملية التفتيش. اكتشاف قوات لجسم غريب يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة، وإصدار التعليمات بإخلاء الموقع فورا وإخطار الجهات المختصة للتعامل مع الموقف. Vigo.